يعطيك العافية معلم. الله يعافيك يا هنا. شلون الأسعار اليوم عند هون؟ شوفي عندك. والله الأسعار عم تفوي كوي، والله كل شيء عم نجيبه غالي، ما عم نجيب شيء برخيص. يعني كنا نعبي المحل كلياته، نعبي كل المحل ما بيطلع 25,000، هلا هدول لحالهم حقوا 12,000، كله غالي ما عم نلاقي شيء. 1000 خصيبة عم نجيب الأكل، 1000 خصيبة عم نجيب الشكر، شوف كله عم يدبر ما في مين نفقه. يعني شوفت عينك هلا صارت الساعة 9 وقاعد عم بستنى العالم بس عشان نفق اللي عندي عشان ما يدبر. الله يعطيك العافية. شو أشهر قاعد على لمبة وكهرباء ما في عندك؟ والله قاعد على البطارية، ما في كهرباء ولا شيء، قاعد على البطارية. يا الله يقويك يا رب. الله يسلمك يا رب. شو قديش سعر البطاطا؟ والله البطاطا 150 بطاطا كيلو. 150. والكوسة؟ الكوسة هلا 180 و1000 خصيبة عم نجيبها. طيب ما عم تحسن تفوتوا شيء من سوق الهال؟ والله ما عم نحسن، الألف خصيبة هدول عم نفوتهم على الكيلو والكيلو، نسوان بفوتونا على الكيلو والكيلو، نفردهم ونبيعهم هون لحنا، يعني ما بنقدر نفوت شيء. سيدي الله يعطيك العافية. لو ما هالنسوان بفوتونا كل يوم كيلو، بنصمدهم ونبيع العالم ونطعم العالم يلي نشف قلبه ما في عنا. سيدي الله يعطيك العافية يا رب يقويك.